مبدور يا ام حضره الضابط. بدور ايه اللي حصل؟ ايه اللي قطع هدومك كده؟ بدور خلاص، بدور ماتت يا جابر، قتلوها المجرمين بعد ما قتلوا شرفها وشرفك. فهميني ايه اللي حصل؟ ارجو عرضك راحوا يا جابر، خدهم اللي ما بيرحموش. بدور فهميني، انت بتتكلمي عن مين؟ المعلم اللي بتفديه بروحك وسالم به نصير الغلابه اغتصبوا مراتك. اغتصبوها والسكين على رقبه ابننا الغلبان، وكانوا حطوه على رقبتي انا ما كانش همني. ده ضيعت روحي بدل ما ضيع شرفي. طب يعملوا كده ليه؟ ايه اللي ناقصهم في الدنيا عشان يعملوا كده؟ انت حظان يا رب، انت حظان. جابر سطوح فمات. جيت حامى في المعلم، المعلم رفض انه يتستر على مجرم وقاتل. انا مراتي عايشة وهداك جاي منكم البوليس، لازم كل الناس تعرف حياتكم يا كلاب. عايشة ايه يا ابو؟ عايشة ايه؟ دي زمانها بتاكل رز بلبن مع الملايكة فوق. لا بتقول عايشة. عايشة ايه يا ابو ده؟ وبإيديا وانا اللي عينت الجثه. كلاب كلاب كلاب. محكمة حضوريا على المتهم للأشغال الشاقة المؤبدة. ليه سكت طول الجلسة؟ ليه ما قلتش الحقيقة؟ ولو قلت كان حد هيصدقني؟ بس ده حكم ظلم. القاضي حكم باللي سمعه،
وربنا هيحكم باللي شافه. انا هنتقم منهم باللي في قلبي. في يوم من الايام هنتقم منهم وانا ملبسهم الكلبشات دي في ايديهم. ابراهيم، لو انت صاحبي وحبيبي حقيقي اقتل مرسي. ايه اللي بتقوله ده؟ اقتله قبل ما يكبر ويلاقي نفسه عايش في غابة مليانة وحوش ومجرمين. هينهشوا لحمه وكسروا عظمه. انت بتقول ايه يا جابر؟ طب ابوس ايدك، ما تعلموش الاخلاق، علموه يطلع مجرم شراني. وكل يوم كل يوم احكي له على اللي جرالي انا وامه، عشان يوم ما اطلع من السجن يحط ايده في ايدي ونصفي حسابنا مع كلاب. لا يا جابر، لا، مرسي هيتربى كويس وهيبقى حاجه كبيره زي ما تمنيت له انت وامه. حط بقى كده. اعمل وافترك عليه يا ابراهيم، هات يزورني دايما في السجن ويشوفني مسلول ورا الغبار عشان الناس تفضل قايده بقلبه لحد ما اخرج. طلعه مجرم يا ابراهيم، طلعه مجرم، 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 مجرم. فضلك يا معلم. نعمين. زمان في الحي ده كان في معلم اسمه القوسي بيشتغل في المينا شحن وتفريغ. يا ترى سمعت عنه؟ طبعا سمعت عنه. عقبال عندك، ده اكبر تاجر في البلد، ده بيلعب بالملايين لعب. ما شاء الله. وكان ليه واحد صاحبه في الاتحاد الاشتراكي اسمه سالم بيه، لسه في الاتحاد الاشتراكي؟ الاتحاد الاشتراكي تعيش انت من زمان، وسالم بيه بقى عضو في البرلمان. الله، بلاك انت ما عندكش فكره عن اللي بيحصل في الدنيا ولا ايه؟ انا اصلي كنت مسافر في بلاد بعيده، يا دوبك واصل النهارده. تشكر يا معلم. السلام عليكم. زمان كان في واحد ساكن هنا اسمه ابراهيم النص، لسه موجود. ابراهيم النص؟ ايوه. انا بقالي ساكن هنا 15 سنه ما سمعتش على الاسم ده ابدا. مين بيسال عن ابراهيم النص؟ انت تعرفه؟ ايه اللي اعرفه؟ ده راجل طيب وابن حلال، انا اعرف المطعم بتاعه وبيته كمان. وبقى عنده مطعم؟ مطعم محترم، ربنا اداله على قد نيته. ممكن توصلني عنده؟ بس المشوار ده هيعطلني عن الشغل. كله بثوابه يا بركة النبي.